مرة معه؟ هي مظبوط مظبوط شايفه. سوزان وما رفع الحلقة ما فيش عايزك لك ما حلك تفهم مني أقرب لك من خيالك ولا أبو أحمد. خذ فندقه. لا استر على عمتك يا معتز كله للفرد دخيلك والله بيخرب بيتي. الله يخليك. لا هلا الفرد أغلى من روحك لك أبو جودات. لك والله ما سويت شيء، شو بك مني؟ امشي معنا على نصتك ولك، أحسن ما أسلخك رصاصة بنص راسك. ها لا يا سيد معتز، ببوس إيدك بلاها، لا تطالعني خطف منها ومن قدام العناصر من المخفر، ببوس إيدك بدك تخرب بيتي يا أخي. أبو أحمد، اشحطوا بدنا يرجعوا العناصر، اشحطوا! يرجعوا العناصر؟ يعني إخبارية خناقة حرب النعناع كذبة؟ صح النوم، ما أنت ولا على بالك نايم في العسل، امشي ولا امشي شباب، امشي امشي يلا امشي امشي. أخي وحبيبي يا أبو حاتم، الله يمسيك بالخير والله ما عم صدق عيوني. أهلا وسهلا فيك يا أبو جودات. شو نعمل فيه عمي أبو حسن؟ قلت له فشكة براسه. أمرك؟ لا بوزيك لا بوزيك لا توصوني بوزيك الواحد واحد والله يا جماعة أنا ما دخلني جرحي لحد الله ما طاب الله وكيلكم ما دخلني لا توصوني بشار الله. خايف من الموت ولك أبو جودات ما هي؟ والله سد معتز خايف. إيه والله خايف، في حدا ما بيخاف من الموت؟ وما زالك خايف من الموت؟ ما تبطل هالندالي وتكنه تهدى بقى. وحياة معزتك يا اخي ابو حاتم، بطلتها من زمان الله وكيلك. ولك شلون بطلتها ولك شلون بطلتها؟ الرجال اللي اخذوها من الحاره مو انت اللي فسدت عليهم قالك واطي مو انت؟ الله وكيلك مو انا، قاعده ما عرفت ايش كان انا، انا ما دخلني بالعكس يا جماعه الله وكيلكم، دريت انه خاطر ابنه بخاطر من السبيتال، قمت رحت لشق عليه وطمن عليه، لو كنت بدي بلغ عنه كنت بلغت عنه وشحطوه. خاطئ؟ بلا خاطر قاعدة مع فيتي ورحمة أبوك يا سيد معتز ما عم بكذب، إذا ما بتصدقوني بعتوا واحد من طرفكم خلي شق عليه، بعدين أنا قاعدة بالمؤاخذة لو كنت بدي ضرك ضريته والحكيم يلي عالجه. أبو جودات مرني أخي وحبيبي أبو حاتم، مرني أنت بتمر على رقبتي. هي فكاكة انه يطلعوا رجال كلياتهم من الحبس واولهم عصام، وبكره قبل الظهر بيكونوا بالحاره، شلوني معاه؟ دخيلك يا ابو حاتم دخيلك، والله انا ما خصني ما بيطلع بايدي هيك شغله، هاي شغله شغله ضابطيه وشغله مستشارين وعسكريين فرنسيين، الله وكيلك انا ما بيطلع بايدي صدقني يا ابو حاتم، هن يلي مسكوهم واخذوهم على التحقيق. ولك شلون ما بيطلع بايدك؟ ولك شلون ما بيطلع بايدك؟ انت حشير مناخيرك مثل العاده بيناتهم وقول لهم هدول الرجال ما لهم علاقه بشيء، بيطلع بايدك. حاضر خلص ورحمة أبوك أبو عصام لحاول لحاول خلص يا جماعة صدقوني لحاول. هاي لحاول وبركدان وبعمل على قد جهدي ما عاد يمشي معنا هلا، بدك توعدنا وتنفذ وإلا بيكون بكرة آخر يوم من عمرك وعيارك فشكي. أكل عمي أكل. وهون وهو بيعرف إنه نحن ما بنمزح منوب مزبوط؟ مزبوط مزبوط سيد معتز خلاص خلاص الله وكيل كان راح عشان مرقيني بالموضوع، بركدان بينحل إن شاء الله يا رب بينحل. طب شو لعيونه وخدولي عند النهر؟ هلا هدول الكلمتين اللي كنتوا عاوزيني فيها الله يسامحك يا سيد معتز، طب كنا قلنا انه نحن قاعدين بالكراكول على كاسة شاي يعني ما كان في داعي تقل على الرجال يعني. اسكت عاد عدم المؤاخذة منكم بخير من اودية يا رجال. امشي يلا يا اخي صدرك شو بتحكي؟ عدم المؤاخذة يعني. امشي لشوف هلا بدك اعطوه فرده قبل ما يمشي. وزع العناصر على زوايا الكركون، ديروا بالكم منيح. ها حاضر سيدي. الو يا قياده لكنتوا علينا بقى.
ان شاء الله خبرت الداخليه اللي صار. ما عمي علي الخط سيدي. منيح منيح كثير. ولدك مرتاح؟ بلى سيدي ولدت وجاب الصبي. يا رب بيعزك ان شاء الله. سيدي فهمني شو صاير. لا ما صار شيء، شغله عاديه. سيدي شلون يعني عاديه؟ ثلاث عناصر من المخفر مربوطين بالحبال والمخفر فاضي وحضرتك مختفي. انا ما كنت مختفي، وانا اصلا عملت هالعمليه. انت هيك عملت اصلا سيدي؟ اي نعم عملت هيك اصلا، لحتى اشوف جاسيه الكراكون. خليت كم واحد يفوتوا على الكراكون ويخطفوني. خبريت خنات حاره النعنع يلي راحوا عليه العناصر ما لقوا فيها شيء. كمان كذبه وانا فبركتها، لحتى اشوف الجاهزيه قادرين تحموا المخفر وتحموا حالكم. اما طلعتوا للاسف هبط بيض الوش، لا قادرين تحموا حالكم ولا قادرين تحموا المخفر. واذا استمريتوا على الحاله راح تخربوا بيتي، فهمان؟ نلعب من خليتي، خليك تساوي كاسه شاي. حاضر سيدي. الصلاه خير من النوم. الله أكبر الله أكبر. لا جيت لعندي مبارح وسألت عني؟ ايه نعم يا سيدي. سيدي ما كان في داعي جنابكم تعذبوا حالكم وتجوا لهون. انا كنت براسي رح روح لعندكم ونحكي لنا كلمتين بموضوع التحيات سيدي. شو كلمتين بموضوع التحيات؟ بخصوص مين؟ بخصوص رجال حارة الضبع سيدي. شبهه؟ سيدي هدول الجماعة يلي ألقيتوا القبض عليهم سيدي، هدول ناس ما لهم علاقة بشي وما عندهم خبر باللي صار. بعدين هدول ما لهم من جماعة أبحاتي وخص نص عصام وأبكاسي. أبو جودات أنت حكيت غير هيك. مظبوط يا سيدي، أنا حكيت غير هيك. صراحة يا سيدي أنا كنت مقهور بينهم كتير لأنه في خلافات شخصية بيني وبينهم يعني، بس بعدين لا ما بيجوز، حرام في آخر سيدي. لذلك خفت أنه كلام اللي حكيته يأثر على مجريات التحقيق معهم سيدي. هلا هن بالتحقيق، إذا كانوا بريئين بيطلعوه. سيدي بركي بتتدخل الموضوع، الله يوفقك، وبركي بتطلعوه هون اليوم قبل أذان الظهر. شو أنت شني؟ قرارهم بيد المستشار العسكري. عارف يا سيدي، مشان هيك بدي جنابك تحكي مع جناب الكومندان، يحكي مع جناب المستشار يتدخل ويطالعهم. يا سيدي الله يطول بعمرك. ابو جودك انت ليش اكل همهم كل هالقد؟ ضميري يا سيدي ضميري، صدقني ما بعرف شو بيصير لي اذا ما طلعتوهم يا سيدي. انا ما بقدر، ضميري حي وما عم بقدر نام طول الليل، بخاف اذا واحد مظلوم يكون بالسجن وانا ظالمه يا سيدي. كرامي لله، ببوس ايدك ببوس ايدك، طلعهم يا سيدي الله يوفقك. سلامة والله مالي مصدق عيوني. الله يسلمك يا ام. الله يسلمك يا أختي. ان شاء الله لك، شو عاملين فيكم؟ ضاربينكم معذبينكم؟ لا 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 اختي، شو ضاربيننا ما ضاربيننا، عرضيه ما صار شيء. لا تخافي يا مو لا تخافي. اهلي خالو اهلي درت بالك على البيت بغيابي؟ معلوم. لا تسلمني عينك يا وضاي. يا بنات روحوا جيبوا شيء يشربوه، اكيد طش قلبهم. على راسي مرت عمي. يلا حاضر. يلا هدى عود اخي عود. يلا ولي على قامتي ان شاء الله عليكم. ولي على قامتي. يسلموا ايديك يا بنتي. وايديك عمي. عمي رجع اخي عصام وخالي ابو قاسم على الحاره. ايه بنتي رجعوا كلياتهم. يا الف الحمد لله الف الحمد لله. طمني ابن عمي ان شاء الله ما عذبوكم. عذبونا
لا لا ما عزبونا بس حاقوا معنا. يعني ما ضربوكم؟ لا لا ما ضربونا. لكن ليش رجليك عم توجعك ورمانة؟ من الوقفة الطويلة بالنظارة. طمنيني يا بشير، شو صار بالحارة بغيابنا؟ هيك فكر بفوتوا على الحارة بالليل بغيابنا، هذا اللي كنت حاسب حسابه. بس والله الشيخ عبد العليم الله يطولنا بعمره ما خلى أي رجل تعتب لجوا. الشيخ عبد العليم أدى وقدوده الله يبارك بالوجع. قولي علي يا أخي، لساعته عم تجع. العسكر ضربوه عليها ومن وقتها إيده عم تجع. الله يكسر دياتهم يا حق. أنا رايح لعند الحكيم حمزة خليه يكشف لي عليها، بركي بيعطيني شي دواء. خليك هون خالي، أنا بروح بجيب لك يا براسي. لا 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 خالي لا، عود أنت جنب أمك وحريمك، أكيد تكونوا مشتاقين لك. وين رايح خالي؟ القهوة جاهزة. يسلم هاليدين بنتي، وقت تاني إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. شو يا عمو؟ وين أبوران؟ ماني شايفة. شو قلت رشدو؟ كرامة للنبي عيد، شو قلت عيد؟ سيدي عم اقول لك انهم افرجوا عن رجال حاره الضبع اللي كانوا محبوسين بالقلعه. لك يعبرني ربك على الخبريه. ايه هات لك بوسي. رستو روح روح هات لي صمد بعلاوه على حسابك. على حسابي ومسار الخبريه؟ لا حبيبي، ابو جودك ما بينسى صفط البعلاوه لانه اجاك صبي، ولا بدك تقلبه بنت من شان بتحلينا؟ اعوذ بالله سيدي، شو قلبه بنت؟ هلا راح روح جيب لك احلى صفط بقلاوه. هيك لك افرجوا عنه. اجت بوقتها يا ابو جودت، معناها قديش كلمتك مسموعه وقديش الجماعه اللي فوق بياخذوا برايك. اذا المستشار ذات نفسه نفذ لك رغبتك يا ابو جودت. كبير كبير يا ابو جودت، ادخل. احترامي سيدي، وصلت هالبرقيه. روح على شغلك. حاضر احترامي. من القيادة العسكرية الفرنسية إن القيادة العسكرية الفرنسية لجيش الشرق تعلن التابعة العامة لجميع وحدات الجيش وتطلب من قوات الدرك الفرنسي الاستنفار لمؤازرة قوات الجيش عند الطلب. عم شو القصة يا ابني؟ عتز Hey!